ما تقوم بقى يا سي مختار. ده عايز سموح هفرق دور وتلعبي معايا. يو بقى يا سي مختار، ما تيجي بس نقعد مع بعض شوي، ده انت وحشني. بعدين بعدين، عندي برتيتة جامدة الليلة ولازم اسخن شوية. حرام القمار اللي بتلعبه ده يا سي مختار. دي تفاريح، انت يعني شايفاني بلعبه كل يوم؟ وبعدين حظ الله بيني وبين مكسب القمار، انا لا بصرف منه عليكي ولا على نفسي. امال بتعمل بيه ايه؟ بتصدق بيه على الفقراء والمساكين. بتتصدق على الفقراء من مال حرام؟ مش احسن ما طنشهم وما اديهمش خالص؟ على الاقل انا بدي، غيري معاه وما بيديش. بس خساره تضيع فلوسك. زي ما بخسر بكسب. طب وايه اللي دخلك في الدايره دي من اساسه؟ حب المغامره وفرحة المكسب هما اللي بيخلوني عايز ألعب. طب ولما تخسر؟ أملي في المكسب بيخليني عايز ألعب تاني. يلا بقى العبي. مفيش فايدة، اللي في دماغك في دماغك. افهمي يا مموخ تخين، المقامر دائما يلعب على أمل. ألو، مساء الخير. الحاجة عبد الستار، انا نعمت اللي كنت رجعت لكم الشنطه وبعد كده رجعت اشتريتها. اهلا اهلا، يا اهلا وسهلا. طبعا افتكرتك. هو انت برضو تنسي التشكيله؟ طبعا وصلت ومستنياكي تيجي علشان تنقي براحتك. الله يخليك تعيش. ولو حبيتي ما نبيعش منها اي حته لحد انت ما تيجي وتنقي براحتك. لا يبقى اذا كان كده مسافه السكه واكون عندكم ان شاء الله. سلام عليكم. يما ميعاد الدواء. والله يا بنتي انا من كتر التعب مش دريانه بحاجه. معلش يما، بالشفا ان شاء الله. تسلم ايديك يا بنتي. بصي يما، انا هنزل دلوقتي، ولو تعبتي ولا اي حاجه انا سايبالك التليفون اهو جنبك علشان تطلبيني على طول. لو احتجتي اي حاجه اندهي على ام السيد، ولو تعبتي وجاتلك الازمه تطلبيني على طول على الموبايل. بس ما تتاخريش. حاضر. سلام عليكم. مع السلامه. عليكم السلام. على فين؟ يا خرجي خدتني. وانت مال اهلك؟ انت مال بقيت عيلتي؟ يا بنت انا بحبك. حطك بورت وثلاثة خرص يا اخرة صبر. انت في الاخر يبقى نصيبي واحد رد سجون وبسلة وشرف امي لا توب عن الحرام على الشهر. اللي دينه نجس يا خشن ما بينضفش. يا نعمة يا نعمة فهميني، ارضي بالذوق بدل ما خليكي ترضي بالعافية. عافية الدنيا معفن. انت ما باخد 10 دقايق مهمهم يا معفن. على الحلال اخطبني. تخطبني انا؟ طب قول من وسط يلا غرب، وانت تعرف حلال من اصله. ماشي يا نعمة ماشي، الحساب هيجمع بينا. معمول لك عمل في قلبي ليلي يخلي بطنك ما تشيلش، يهلك حرصك ويقطع نسلك، واللي كنت في عينه غزال يشوفك قردة بسلسال. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، وانا اقول الراجل ما اتغير من ناحيتي ليه؟ ايه الشر ده كله؟ ايه الشر ده كله؟ دي اكيد فتحية. ايوه اللي عامله العمل ست واسمها فتحيه. والعمل يا سيدنا الشيخ هفضل قرده كده كتير؟ يلزمك حضر زار نفك فيها العمل ونحصن التحاصيل. نحصن نحصن على قد ما نقدر، دي دنيا قلابه وناس كداب. يخرب عقلك يا فتحيه، انا تعملي فيه كده؟ يلزمنا 2000 لزوم مصاريف الحضره والبخور من الحيسي. 2000 جنيه؟ ما باخدش منهم حاجه، دي فلوس مرهونه عندهم لاجل ما يخففوا همك ويروحوا تعبك. وان كنت مستغليه تبقي مستغنيه. مستغنيه ده ايه؟ ده انا كل فدا الاسياد. هو كل الحكايه بس يا اخويا ان انا ما معيش المبلغ ده دلوقتي. خلاص لما تبقي مستعديه ابقي تعالي وانجزي. ست بقول لك ايه؟ صحيح، هما الاسياد دول يا اخويا مش ممكن ياخدوا ذهب بدل الفلوس؟ شغال. عيار كام؟ غشتنا هم عيار 21، جابهم لي جوزي ب 1500 جنيه، ده ايام ما كان الذهب رخيص، يعني دلوقتي اكيد يعملوا لهم اكتر من 2000. معاكي بيهم فاتوره؟ لا ما معيش. خلاص لاجل ظروفك مفيش مانع،
وان كان ليكي زياده باخديهم. لا الزياده ليكي يا سيدنا الشيخ ومش كتير عليك والله. المهم تخلص لي الموضوع ده في اسرع وقت قبل ما جوزي يطير مني.